هلا بدنا نعمل كب كيكس على طريقه الست مها ايوب. بس قبل مها في اسئله ناس عم بيسالوا. طيب اللي عنده حساسيه من التين، انت قلتي بقدر يحط اي فواكه ثانيه؟ بتبطل مع صوص التين، بتصير مع صوص المشمش، مع صوص الذره، مانجا. والله انا امبارح كنت اقول بدي اجرب اي طبخه بمانجا، لانه جربت كثير انواع فواكه لحد المانجا، بس لازم المانجا تكون شوي على خضار، ما تكونش مستويه على الاخر، بدك تدوب معك في الاكل. طيب قبل ما تشتغلي بدنا ناخذ المقادير. بلزمنا للكب كيك الشوكولاته 2 كوب طحين، كوب سكر بني، 3 ارباع كوب زبده طريه، معلقتين كبار قهوه سريعه الذوبان، 3 بيضات، معلقه صغيره كربونات، 3 ارباع كوب بودره الكاكاو، 1.5 كوب حليب، ملح لازم ملح وفانيلا والبتر كريم للتزيين. في من الرياض، كم في من السعود، مين اللي رايا بتقول شحيتونا التين وعم بحكي مع امي طلبت منها تبعت لي. ما في الا تين الا يعني بالهونه، ما في برا؟ لا في، بس دول الخليج ما عندهم تين. لا بيكون في، بس بتعرف لانه روح التين قصيره، صح؟ فمش دائما بيكون التين ذاك لما تشتريه انت على طول طازه وتاكليه، غير لما انه يتصدر او ينحط بثلاجات. هلا اذا بده يتصدر على مكان ثاني لازم ينقطف شوي، مش مستوي. عشان هيك يستوي على الطريق، احنا بناكل مستوي عن الشجر على طول، فالطعمه غير مزبوط. يلا شو هلا بدنا نعمل؟ نحط الزبدة، نرخ الزبدة شوي. معلش في شوية ازعاج، ما في مشكلة. نحط عليها السكر البني، بعدين نحط البيض. هي الطريقة كتير كتير سهلة، وأنا بقى متأكدة يعني في كتير ستات بيعرفوا الطريقة. هي كعكة عادية مش هيك؟ تبع الكب كيك يعني، بتكون تقريبا بس هي القوالب يمكن شوية محمد البشتاوي بوجه تحية للمشرفين على البرنامج المميز، شكرا يا محمد. هي عندنا البيض، نحط فانيلا. سمر ايوب بتقول مها طول عمرها مبدعه واكلاتها كثير طيبه. شكرا يا سمر. يا عبد الله شاهين بيقول اليوم يمكن يكون اخر يوم بحضرنا. لا يا عبد الله، يوم السبت تقدر تحضرنا، واذا عندك وقت هيك بعد الدراسه بتفتح على اليوتيوب تقدر تحضرنا. هلا بدنا نخلط الكاكاو. طبعا انا بنخل الكاكاو في البيت مع الطحين، لازم نخل بنحطه على بعضه. بدك نحط معلقه صغيره كربونات. ناخذ اتصال. اسماء، الو الو الو. مرحبا. مرحبتين، كيفك؟ كيفك انت؟ والله الحمد لله. اخبارك؟ والله الحمد لله بخير الحمد لله. اهلين يا اسماء، حبيت والله أفضح عليكم وأشكركم على البرنامج، كثير حلو. الله يحلي أيامك. عجبتك الأكلة هاي الجديدة؟ والله حامض حلو مش كثير. جربيها بتحبيها إن شاء الله. شكرا يا أسماء اتصالك. الله يسعدك. هلا أنت لهيتيني بالاتصال وصرتي تعملي أشياء. طبعاً. شوي خليك معي بدي أتعلم. هلا لمنا إحنا هنا خلطنا الطحين مع الكاكاو مع القهوة ومعلقة الكربونات ورشة الملح. رشة الملح عادة يعني الناس يمكن تستغرب انه شو ملح مع الحلو، بس هي بتعادل طعمة السكر في اي حلويات. ليش خلطتيهم لحال ما خلطتيهم مع هلا الطحين والحليب لازم بالتناوب ينخلط، ما تحطيه كله مع بعض وتخلطي. هلا بنحط شوية حليب، يعني على 3 مرات الطحين وعمرتين الحليب. في
في ميس بدها تعرف كيف تنعمل الوجز البطاطا على السريع، تعرف على السريع. اول شيء بدك تقطع البطاطا، يعني بتقطع الحبة الكبيرة اربع اجزاء او خمس اجزاء بالطول بتكون. في تتبيلة بتنحط لها هذا اول ممكن تحط لها بابريكا اعشاب، تحط لها ملح، بتنخلط كلها مع بعض مع شوية زيت وحطها بالفرن. بس أسهل سهلة ممكن. سهل جدا. بصراحة الأكل متعة، متعة الحياة يعني. نادين شاهين بصبح عليكي. أهلا وسهلا أمي محمد، كمان صباح الخير. صباح الفل. وهديل الوعل، يا أهلا وسهلا فيهم. بقول في سوسن السوداء بتقول في طحين بقلب لونه على بني، بيكون الغلط منه ولا من الطحين؟ كيف يعني بقلب على بني؟ مش عارفة. أكيد منك، أكيد منك. ما عمريش مر علي بقلب على بني يعني. بتعرفي أو غير هي جابت الطحين، الطحين الزيرو القمح. الطحين الزيرو مش أبيض أبيض. بقلب ممكن إذا حطت فيه فانيلا يقلب. بقلب بس بطل لونه أبيض. بقلب مش أبيض أبيض يعني. أنا للكيك إذا كانت الكيكة الفانيلا ما بحط طحين زيرو. بغير لي بغير اللون. أنا تصحك يعني. بس مش بني بقلب، بس بغمق اللون. إسراء عبد الرحيم ما بتحكي معنا يعني إذا غادة مش موجودة؟ إسراء كيفك يا إسراء؟ ومع عبد الله دائما مستمعة متابعة كبيرة ل حبوبة كثير إسراء. جد تعرفيها؟ بعرفها. طب احكينا، سمعينا صوتك. أوكي، هلا خلصنا خلط الكيك، بدنا نعبي الكب كيكس. في ناس عم بيسألوا كعكة النسكافيه كيف تنعمل؟ هي ممكن عاملينها انتوا على الفيسبوك؟ عاملينها، عشان هيك فوتوا على موقع دنيا على دنيا يا دنيا على الفيسبوك، مطبخ حلويات، وبتلاقوا اكثر من وصفه لنفس الكعكه. في عنا اكثر من وصفه، كل شخص بيجي عنا بيعمل بطريقه، شيء بزيد شيء بنقص. هينا عم نحط وين تقدروا تدخلوا على دنيا يا دنيا اللي على الموجود على الفيسبوك، وبناخذ اتصال. اميره كيفك يا اميره؟ اهلا، شو الأخبار؟ أهلين، كيفك؟ الحمد لله، أنت منيحة؟ الحمد لله. عجبتك الأكلة؟ بخير. وأنت بألف خير. عجبتك الأكلة ولا بتحب الحلو أكثر؟ لا، الحلو أكثر. الحلو أكثر. طيب ممتاز. هلا يا أميرة، لو سمحتي اسألي. غادة، ممكن بدل السكر البني نستعمل سكر أبيض؟ أكيد بكل بساطة. يعني هو ميزة السكر البني انه في نكهة طيبة خصوصا مع الشوكولاتة، بس ممكن سكر ابيض عادي. صح. يعني كيف طريقة عمل السكر البني؟ اشتري جاهز. لا، ممكن تعمل في البيت اذا بتجيب السكر. عجبتك فكرة التين. السكر العادي بتجيبيه بتحط عليه دبس تمر، تحط عليه شوي شوي وزيديه، بس خلي بعد شوي هيك فرشي ينشف شوي، وبعدين بتضيفي تمر طبعا. بس سهل جدا، بس بكون بضله بيمسك مع بعضه. ليه؟ حتى السكر العادي بيمسك مع بعضه. لا، الابيض يعني بكون مش فرق. الابيض الجاهز، السكر البني الجاهز بضله هيك ماسك. ليه؟ من المواد اللي حاطها. لا لا، هو صافي يعني، مش مكرر زي ما مكرر السكر الابيض، عشان هيك. بس احيانا من الرطوبه وهيك شغلات، هو لانه اساسا انه تحسيه رطب. صح. اذا بطول عندك اذا بطول عندك بتنزل الاسمنت. ايوه بالضبط، اسمنت. عشان هيك الواحد يشتري كميات بسيطه او اعمليه في الدار بكل بساطه يعني. صح. هلا بدنا نعبي الكبس هدول. هذا صاحبي اللي دائما على طول معي للكب كيك. هذا موجود معك دائما. فبدنا نعبي الكب كل واحد بس هيك ثلثين. هلا الفرن لازم يكون محمي على 180. وبنحط الكب كيكس بالفرن في نص الفرن. في مريم الجيوسي ملخبطة عليها الأمور. مريم، إحنا ما عملنا كعكة تين، إحنا عملنا ريش لحمة بصلصة التين والفستق الحلبي. فهلأ على عم بيطلعوا مقاديرها، بس إذا ما بدك تشوفي كيف الطريقة، بكرة على اليوتيوب بتكون نازلة الحلقة وبتشوفي بالضبط الطريقة. كتير بنصحك تعمليها، أكلة كتير طيبة وغريبة.
شوبتي ها؟ شوب اليوم. شوب شوب عن إضاءة كمان. شوب يا لطيف. هلا احنا عندنا كب كيكس جاهزين وخالصين بدنا نزينهم. اوكي. ايه عندنا هون البتر كريم. البتر كريم عبارة عن سكر. دسم هو البتر كريم. اه. الزاكي. زاكي كثير جاي تقولي لي. أنا عندي بنتي بالمعلقة بتاعتي. أنا بموت عليها هلا. الكب كيك قبل ما نبلش نزين عادي زي أي زي أي كيك عادي بنص الفرن على درجة 180 وخليه لحد ما يستوي ما رح يطول معك يعني أبو ربع ساعة ثلث ساعة ماكسيم يكون مستوي. بدنا نزين الكب كيكس هدول. طبعا التزيين عالم غريب. هاي متعتك ها لعبتك. هذه متعتي هذه على الآخر يعني إذا بكون فاضي مش فاضية بكون مثلا مكتئبة ولا مالي شيء بتشوف هنا طلعت صندوق العدة تبعها وبلشت شغل كثير بتحسي براحة جدا. طب بدي احكي لك شيء انا طبعا. هديك المرة حبيت برمضان اعمل هدول الحلو اللي بيطلع هيك بتحطيه بهاي بتحطيه بالمقلى ايش اسمها كربيج ولا اصابع زينب. اصابع زينب اشتريت واحد زي هيك حطيت هيك نزل الهذا بالانفجر الكيس نزل على الزيت ماش لا كان بس بلاستيك قاسي بس شكله ما بزبط. يمكن مفزور اساسا. لا بلكي العجينه قاسيه هي لازم تكون طريه. نزلت معك بصعوبه؟ مش كثير بصعوبه ما قدرتش اعملها بالاخير لازم اعملها مانيوال بالايد. يعني بدها تكون العجينه تقريبا طريق. اجمد شوي من العوامه. هيك؟ لا يعني كانت انا لا لا ما بصير كانت زي عجينه الكيك. خضر اسماعيل بصبها على الكل. طارق ابو ساكوت عبرونا عبرناك يا طارق. هلا الكب كيكس هيك بيكونوا جاهزين طبعا التزيين انت بتحزي زي ما بدك في عندنا الخرز هذا في عندنا اشكال كثير طب زيني لنا هيك اشياء كل وحده شكل نحط مين كمان بدنا نورهان غرايب صباح الخير والله اشتقت لك وين هالغيبه يا نورهان عن جد لك وحشه نورهان تتواصل معي على الفيسبوك وبتبعت لي مسجز ومرات بنحكي تليفونات حلو انا كمان اشتقت لك احكيني احكيني بعد البرنامج في معنا اتصال نادية تفضل نادية الو الو مرحبا مرحبتين كيفك حبيبتي انا منيحة انت كيفك زيادة كيفك يا قلبي يا روحي انت منيحة انا بحبك كتير كتير وحبيت اسلم ولازم اسمع صوتكم دائما وباستمرار كلك ذوق كلك ذوق خجلتيني حبيبة قلبي لا والله انك تستاهلي واحنا دائما بنحب نسمع صوتك يا حبيبة قلبي وعشان هيك أنا كل مرة بحب أكتب لكم هيك كلمة أوجه لكم إياها بس إن شاء الله يا رب ما يصير الخط بسرعة معي طب لحظة بس هقولهم يعلوا السماعة شوي عشان أسمعك منيحة وإنتي علي صوتك أوكي يا قلبي حبيت بس أقول لكم أنا كاتبة كلمة هيك بحب أنه دائما أحكي لكم كلام يطلع من قلبي كتبت إلى أجمل وأرق أصدقاء تعرفت عليهم عبر شاشتنا الحبيبة أهديهم أحلى تماشي وأعدى بالكلمات وعدد الكلمات لأنهم مثل الأزهار بجمالها وعديرها تلك القناة الرائعة التي أتاحت لي الفرصة لأتعرف على أحباء مثلكم وأتواصل معكم يا أجمل وأحب أصدقاء تعرفت عليهم وفعلا يا ديالا أنتم من الأصدقاء اللي أنا بفتخر أني تعرفت عليكم حقيقة والله شوف أقول لك بعد هالحكي الحلو نحن يعني محظوظين جدا إنه في عنا هيك مشاهدين ومتابعين بحبوا هالقناة نحن اللي محظوظين والله حبيبة قلبي إحنا المحظوظين إنه فعلا هالقناة عرفتنا قطع الخط صار حلو الكلام عن جد ما تحمل الخط سخونة الكلام ناخد كمان اتصال زهور صباح الخير زيالة يسعد لي صباحك يا زهور كيف حالك صباحك حبيبتي الله يسعدك شو أخبارك تمام الحمد لله الحمد لله كيفكم شو أخباركم شو كيفكم والله كتير كتير مناح نحنا أنت منيحة الحمد لله طول ما إحنا بنشوفكم إحنا مناح وطول ما أنتوا بتتابعونا نحنا فوق الريح حبيبتي الله يسعدك الله يخليكي أسلم على بسسنا أقولها يسلم أديها الله يسلمك العافية. الله يسلمك حبيبتي شكرا كتير شكرا لإلك يا زهور العفو يلا يعطيك العافية الله يعافيكي يلا باي هلا. باي باي بس كتير راقي التزيين عجبك كثير راقي هلا الوردات هذه لازم اتصور معها مش ناكلها